الرئيس السيسي يوجه بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي باعتباره عصباً أساسياً لجهود التنمية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة. والاحتلال الإسرائيلي يدعو السكان بمناطق في دير البلح إلى إخلائها، والأمم المتحدة تعتبر أوامر الإخلاء عائقاً أمام حركة عمليات الإغاثة. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي، جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وفي سياق منفصل، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء اليمين القانونية للمستشار عبد الرازق محمود شعيب رئيسا لهيئة قضايا الدولة، كما منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن رئيس هيئة قضايا الدولة السابق تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار عبد الرزاق محمود عبد الرحيم شعيب رئيسا لهيئة قضايا الدولة. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة، وأن أحافظ على أسرار الدولة، وأن أحترم الدستور والقانون. وقد أشاد السيد الرئيس بالجهود المقدرة التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة العريقة في الدفاع عن حقوق الدولة والحفاظ على المال العام. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد الدكتور بهاء الغنم المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول سبل توفير احتياجات المشروعات الزراعية والمائية، ومن بينها مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات جهاز مستقبل مصر بجميع أنحاء الجمهورية، مع إبراز ما تتميز به تلك المشروعات من تكامل اقتصادي شامل من خلال تفعيل مكونات التصنيع والتوزيع والتسويق والتصدير والتنمية العمرانية، وذلك في إطار سياسة الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات الكبرى، بجانب ما توفره بالأساس من مكاسب استراتيجية جوهرية فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي المصري. كما اطلع السيد الرئيس على الجهود الجارية لتطوير البحوث وتعزيز الابتكارات في مجالي المياه والزراعة والاستفادة من التجارب العالمية ذات الصلة واستخدام أحدث التقنيات لتعظيم الإنتاجية. وفي هذا السياق تم عرض جهود الحكومة على صعيد توفير احتياجات الأراضي الزراعية من المياه، خاصة من خلال تكثيف استخدام أنظمة الري الحديث. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي للبناء على ما تحقق به من تقدم خلال السنوات الماضية، وبما يؤدي لتحقيق طفرة في التوسع الرأسي والأفقي في الإنتاج الزراعي، مؤكداً أن قطاع الزراعة يمثل عصباً أساسياً لجهود التنمية، سواء فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات المحلية من الغذاء باعتبار ذلك ضمن محددات الأمن القومي، أو من خلال تعظيم الاستفادة من تصدير المنتجات الزراعية الوطنية للخارج، بالإضافة إلى ما توفره تلك المشروعات من فرص عمل جديدة للمواطنين بما يسهم في تدعيم الاقتصاد الوطني. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة. ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص. وأكد الرئيس السيسي أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي
والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة. كما أكد الرئيس السيسي على أهمية تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ. أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن اعتزازه وتقديره للاستجابة العاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية. وتقدم مجلس الأمناء بالشكر للرئيس لدعمه الكامل للحوار الوطني واستجابته العميقة للتوصيات الصادرة وثقته بأن جميع التوصيات المتفق عليها هي نتيجة للمناقشات الجادة التي تميزت بالتعدد والتخصص، كذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معربا عن تطلعه من جميع الجهات المعنية لسرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع تطبيق. في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى مبادئها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتضمن اهتمام سيادته بأسس تعزيز العدالة والحريات، تلقى مجلس أمناء الحوار الوطني بكثير من الاعتزاز والتقدير الاستجابة العاجلة للرئيس السيسي للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية. الاستجابة السريعة تكللت بتوجيه الرئيس السيسي لإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها والتي بلغت 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، بينما تبقت 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها. الاهتمام الرئاسي السريع بتوصيات الحوار الوطني ثمنه مجلس الأمناء الذي تقدم على الفور بالشكر للرئيس السيسي لدعمه الكامل للحوار الوطني ولاستجابته العميقة للتوصيات الصادرة ولثقة الرئيس السيسي بأن جميع التوصيات المتفق عليها هي نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني حرص الرئيس السيسي على إقامة حوار وطني بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني ودعمه الدائم له، فضلاً عن متابعة تنفيذ مخرجاته الذي يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. وفي هذا السياق أشادت قيادات حزبية بتوجيهات الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل دليلا قاطعا على جدية الحوار الوطني في تناول القضايا الهامة والمحورية التي تمس حقوق الإنسان وتحقق العدالة الجنائية. جاء ذلك بعد مناقشات جادة وموضوعية بمشاركة 120 متحدثا يمثلون جميع الأطياف المصرية، من بينهم شخصيات سياسية وحقوقيون وشخصيات عامة ونواب وممثلو الأحزاب ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية وممثلون من لجنة العفو الرئاسي. وخلصت مناقشات جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في هذا الصدد إلى إجماع على تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي والثقة الكاملة في الإرادة السياسية العليا الداعمة لها. أشادت قيادات حزبية بتوجيهات الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل دليلا قاطعا على جدية الحوار الوطني في تناول القضايا الهامة والمحورية التي تمس حقوق الإنسان وتحقق العدالة الجنائية. We'll be right back.
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بشأن مراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين التي سيتم تقديمها للبرلمان. وقد شهد الاجتماع استعراض أهم مشروعات القوانين التي يجرى التشاور بشأنها كأولوية للحكومة خلال دور الانعقاد المقبل. ومن هذه المشروعات تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة. وخلال الاجتماع تم كذلك استعراض عدد من مشروعات القوانين الجديدة المقترحة وقيد الدراسة للوزارات والمزمع إحالتها إلى مجلس النواب. وحظيت المشروعات الخاصة بالصحة والصناعة والسياحة باهتمام كبير من الحكومة، حيث تضعها على أجندة الأولويات في الدور التشريعي المقبل. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. بحث وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التطورات في قطاع غزة والتصعيد الذي تشهده المنطقة نتيجة تداعيات الحرب الجارية. وخلال الاتصال أطلع عبد العاطي الأمين العام على محصلة الاتصالات التي تقوم بها مصر لنزع فتيل التصعيد الخطير في المنطقة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بشكل يهدد استقرار المنطقة، كذلك جهود الوساطة المصرية الأمريكية القطرية لوقف الحرب بصورة عاجلة. ومن جانبه ثمن غوتيريش الجهود المصرية الدؤوبة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مؤكدا على دعم المنظمة الأممية الكامل لتلك المساعي. هذا وتوافق الجانبان على أهمية التوصل إلى صفقة بشكل عاجل يتم بموجبها الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين. أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على موقف مصر الرافض للسياسات التصعيدية الإسرائيلية وسياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه عبد العاطي من نظيرته الأسترالية بيني وونغ التي أشادت بالدور المصري الهام منذ اندلاع الأزمة في غزة. الاتصال استعرض أيضا جهود مصر مع الوسطاء من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية. شدد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين على ضرورة عدم إضاعة الوقت ووجوب التوصل سريعا إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وقال بلينكين في تصريح خلال مغادرته للدوحة عائدا إلى واشنطن إن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وقطر لضمان عدم تصعيد الصراع بالمنطقة. جولة شرق أوسطية سعى خلالها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لإقناع كل من إسرائيل وحركة حماس بالموافقة على خطة تسوية طرحتها واشنطن. في ختام الجولة التاسعة له في المنطقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، شدد بلينكين على ضرورة عدم إضاعة الوقت ووجوب التوصل سريعا إلى وقف لإطلاق النار في غزة. نحن بحاجة إلى الوصول لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، علينا أن نفعل ذلك الآن. الوقت يداهمنا لأن النساء والأطفال والرجال في غزة يعانون كل يوم دون الحصول على الغذاء والدواء الكافي، ويتعرضون لخطر الإصابة أو الموت في القتال الذي لم يبدأوه ولا يمكنهم إيقافه. مع مرور كل يوم هناك خطر التصعيد في المنطقة، وهو التصعيد الذي نعمل على منعه مع مصر وقطر منذ اليوم الأول للحرب في 7 أكتوبر. تصريحات بلينكين جاءت قبيل مغادرته المنطقة عائدا إلى واشنطن حاملا وجهة النظر الإسرائيلية الداعية لمواصلة القتال والإفراج عن المحتجزين، في حين تتمسك حماس بتنفيذ الخطة التي أعلنها بايدن نهاية مايو وأقرها مجلس الأمن، ودعت الوسطاء إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ووقف القتال نهائيا.
موقف إسرائيل المتعنت الذي تتماهى معه الإدارة الأمريكية دوماً وتتجاوب مع كل شروطه الجديدة رغم قرار مجلس الأمن الدولي الذي وافق على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أطلقه في 2 يوليو الماضي يهدف إلى استمرار حرب الإبادة ضد القطاع المأزوم ليقف المجتمع الدولي شاهداً على تعنت لم تشهده البشرية من قبل ولم يستطع حتى إجبار سلطات الاحتلال على احترام أبسط قواعد القانون الدولي والإنساني. انتقد رئيس وزراء أيرلندا سايمون هاريس بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واصفا إياه بأنه غير متناسب تماما مع الأهداف المعلنة للحرب مشيرا إلى أن هذه الحرب تستهدف الأطفال بشكل غير مقبول. وأضاف هاريس أن الوضع في الشرق الأوسط كارثة بشعة ودعا إلى مراجعة عاجلة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب انتهاكها لبنود حقوق الإنسان. وصرح هاريس أنه ينسق مع زملائه من إسبانيا وسلوفينيا لمراجعة الاتفاقية. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وأوامر جيش الاحتلال المتكررة بإخلاء مناطق واسعة في القطاع تحد من عمليات الإغاثة التي تعيقها بالأساس القيود المفروضة من سلطات الاحتلال وشح الوقود وغير ذلك من التحديات. وذكر المكتب الأممي في بيان له أن أجزاء من طريق صلاح الدين وهو ممر حيوي للبعثات الإنسانية كان مشمول بأوامر الإخلاء الأخيرة والتي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في محافظة دير البلح وسط قطاع غزة. وأشار إلى أن تلك أوامر الإخلاء تلك جعلت تنقل عاملي الإغاثة على هذا الطريق الرئيسي شبه مستحيل تنقلهم وأن الطريق الساحلي لا يعد بديلا ممكنا إذ أن الشواطئ على طول هذا الطريق أصبحت مكتظة بالملاجئ المؤقتة للنازحين. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 20 بعد 300 على التوالي تزامناً مع حرب التجويع والحصار على القطاع لا سيما على شمال القطاع. ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في دير البلح بوسط قطاع غزة وفي بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس وفي مدينة رفح الفلسطينية بجنوب القطاع. كما استهدفت قوات الاحتلال خيام النازحين في جنوب القطاع فضلاً عن استهداف منازل في شمال قطاع غزة. هذا وأعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 40,223 شهيداً و 92,981 مصاباً، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 50 شهيداً و 124 مصاباً. ثلاثمائة وعشرون يوماً لم تتوانى فيها آلة القتل الإسرائيلية عن إزهاق الأرواح وتشريد الأبرياء، بل لم تسترح تلك الآلة من عملها يوماً ولم تترك فرصة للفلسطينيين لالتقاط الأنفاس ليلاً أو نهاراً. هنا في تل الزعتر بمخيم جباليا في شمال القطاع طواقم الدفاع المدني تواصل منذ ساعات الصباح الأولى انتشال جثامين قضت تحت أنقاض منزل مستهدف وسط آمال للوصول إلى أحياء. مشهد لم يختلف عما يحدث في كل مناطق القطاع. وفي وسط قطاع غزة وتحديدا في دير البلح
نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية تزامنا مع غارات جوية من قبل طيران الاحتلال بمنطقة شرق رمزون، كما كان هناك قصف مدفعي جنوب شرق بلدة المصدر والمناطق الشرقية لمدينة دير البلح، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه المنازل خلف منتزه البلدية المحاذي لطريق صلاح الدين بالمدينة. وفي جنوب القطاع شنت طائرات الاحتلال غارة جوية استهدفت المناطق الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس، وقصفت محيط مدينة حمد غربي المدينة، وأطلق الطيران المروحي النار في محيط مدينة حمد السكنية مستهدفا كل متحرك في المنطقة، بل نسف جيش الاحتلال مباني سكنية في بلدة القرارة شمال خان يونس. خيام النازحين الفارين من العمليات لم تسلم هي الأخرى من العدوان الغاشم، لتستهدف قوات الاحتلال خيام النازحين في مواصي غرب رفح الفلسطينية، كما نسف الاحتلال بنايات على رأس ساكنيها في تلك المنطقة. مشاهد الدمار والقتل والتشريد باتت متكررة، لم تختلف إلا في أسماء الشهداء ومناطق الاستهداف التي ترصدها أعين الشعوب من كل مكان بغضب متصاعد، ويشاهدها قادة المجتمع الدولي بصمت تام. يصادف اليوم 21 أغسطس الذكرى 55 لإحراق المسجد الأقصى المبارك. ففي مثل هذا اليوم من عام 1969 اقتحم يهودي متطرف أسترالي الجنسية المسجد الأقصى وأشعل النيران عمدا في الجناح الشرقي للمسجد، ما تطلب لسنوات كثيرة لإعادة ترميمه وزغرفته كما كان. 55 عاما تمر اليوم على جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك التي أشعلها اليهودي الأسترالي الجنسية مايكل روهان. 55 عاما لم تخمد خلالها نيران الحقد والكراهية من جانب الاحتلال الإسرائيلي الجاسم على قلب فلسطين ومسجدها الأقصى منذ أكثر من 76 عاما. النيران التي أشعلها روهان متعمدا في الجناح الشرقي للمسجد الأقصى في 21 أغسطس من عام 1969 أتت على أجزاء واسعة منه، أهمها منبر صلاح الدين التاريخي، وأتت على واجهات المسجد وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وعلى كل محتوياته من المصاحف والأساس، وتضرر البناء بشكل كبير مما تطلب سنوات لإعادة ترميمه وزخرفته. وضمن المعالم التي أتت عليها النيران مسجد عمر، إضافة إلى تخريب محراب زكريا المجاور لمسجد عمر ومقام الأربعين المجاور لمحراب زكريا وثلاثة أروقة من أصل 7 ممتدة من الجنوب إلى الشمال مع الأعمدة والأقواس والزخرفة وجزء من السقف الذي سقط على الأرض خلال الحريق وعمودين مع القوس الحجري الكبير بينهما تحت قبة المسجد، إضافة إلى 74 نافذة خشبية وغيرها من المحتويات الخاصة بالمسجد الأقصى. ومع الذكرى 55 لم ينتهي الخطر الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية في القدس بعد، بل والمسيحية أيضا، لتسجل دوائر السلطة الفلسطينية محاولات متعددة ومتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتهويد تلك المقدسات عبر تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم منذ عقود طويلة، لتأتي الاقتحامات المتواصلة للمسجد بمشاركة قيادات يمينية متطرفة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أخطر تلك المحاولات. وتبقى المناشدات الفلسطينية بمختلف أطيافها للمجتمع الدولي صادحة بضرورة إنقاذ فلسطين ومواطنيها ومقدساتها من مخالب الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يأبه بقرارات أو بقوانين دولية أو إنسانية. مرت عبر معبر رفح البري اليوم 18 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والإنسانية والأدوات الطبية، بالإضافة إلى 4 شاحنات للمواد البترولية. في السياق ذاته استقبل معبر رفح البري عددا من العربات التابعة لأسطول المستشفى الميداني الإماراتي محملة بالمواد الطبية وأعضاء الأطقم الصحية. المزيد يطلعنا عليه رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. بعد تحية في هذه المتابعة لمشهد المساعدات الإنسانية من أمام معبر رفح البري، حيث استقبل المعبر على مدار اليوم 18 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية
والغذائية وأربع شاحنات محملة بمشتقات البترول وتحديدا من مواد الغاز. أيضا إذا تحدثنا عن مرور عدد من الشاحنات التابعة لأسطول المستشفى الميداني الإماراتي منذ قليل دخلت من معبر رفح البري باتجاه الطرق المؤدية إلى منفذ كرم أبو سالم. أما عن استمرار الغارات الإسرائيلية في أماكن متفرقة من جنوب قطاع غزة، نتحدث عن استمرار لسماع دو انفجارات منذ الصباح وحتى الآن، وأيضا تصاعد لعدد كبير من الأدخنة الخاصة بالمناطق الجنوبية لقطاع غزة. هكذا كانت المتابعة، وإليكم الكاميرا. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. جنوح سفينة تجارية قبلت مدينة الحديدة اليمنية بعد استهدافها بثلاث قذائف. أعلن حزب الله استهداف عدد من الجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة زرعيت بالجليل الغربي. كما أعلن حزب الله عن استهداف عدد من المواقع العسكرية وعدد من المستوطنات الجديدة في شمال إسرائيل. من جانبها اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة إسرائيلية بجراح وتضرر عشرات المباني جراء قصف واسع نفذه حزب الله استهدف مستوطنات في الجولان المحتلة. وأكد الجيش الإسرائيلي في المقابل أنه قصف مخازن للأسلحة والذخيرة تابعة لحزب الله في سهل البقاع اللبناني الليلة الماضية. هذا وأكد مصدران فلسطينيان أن قوات الاحتلال اغتالت قياديا في حركة فتح من خلال استهداف لمركبته على مشارف مدينة صيدا الساحلية الجنوبية. في الأثناء أعلنت وزارة الصحة اللبنانية صباح اليوم عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين إثر غارات إسرائيلية على بلدات بجنوب لبنان. ويأتي ذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية شنتها طائرات الاحتلال على بلدة الظهيرة ومنطقة وادي حامول وبلدتي عيت الشعب وحولها. أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، أكد أن الصراع في لبنان أدى إلى تآكل قدرة الدولة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية. وشدد عمران ريزا على أن هناك حاجة ماسة لنجاح الجهود السياسية والدبلوماسية لتخفيف حدة التوترات التي بلغت ذروتها على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، مشددا على الحاجة الماسة لخفض التصعيد. وأشار المسؤول الأممي إلى أنه على مدى 10 أشهر نزح ما يقرب من 200,000 شخص بسبب تبادل إطلاق النار، بمن فيهم أكثر من 110,000 في لبنان، وأن ما يقرب من 150,000 شخص لا يزالون على بعد 10 كيلومترات من الخط الأزرق في مناطق جنوب لبنان والتي تتأثر يوميا بالقصف والغارات الجوية، وأن ما لا يقل عن 130 مدنيا قتلوا في لبنان، فضلا عن 21 مسعفا وثلاثة صحفيين على الأقل. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن واقعة لغربي مدينة الحديدة اليمنية. وأوضحت الهيئة البريطانية أن سفينة تجارية قد أصيبت بثلاث قذائف أطلقتها قوات الحوثي اليمنية على بعد 77 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة قبالة سواحل اليمن. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية أن الناقلة أبلغت عن اقتراب زورقين صغيرين منها على متنها حوالي 15 شخصا وحدوث تبادل لإطلاق النار بأسلحة صغيرة لفترة وجيزة قبل استهدافها بثلاث مغزوفات. شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الجلسة الموضوعية الأولى للندوة البرلمانية السادسة رفيعة المستوى لبرلمانات الدول النامية تحت عنوان التمسك بالسلام والاستقرار من أجل التنمية والازدهار. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن السلام العالمي يواجه الآن تحديات غير مسبوقة ذات تداعيات استثنائية ومعقدة عبر تفشي الصراعات والنزاعات، فضلا عن التحديات النوعية المتعلقة بتغير المناخ ومكافحة الإرهاب.
والتي أصبحت مهددة للخطط التنموية الطموحة، مضيفا أن التوافق الدولي على أهمية تحقيق السلام العالمي العادل والمنصف يظل نظريا دون انعكاس ملموس على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية مثال صارخ على هذا، حيثما زال الشعب الفلسطيني يرزح تحت وطأة احتلال إسرائيلي غاشم ويتعرض منذ ما يناهز العام لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان ومحاولات ممنهجة لتصفية قضيته العادلة وتهجيره قسريا خارج أراضيه. عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعها الثاني على مستوى الوزراء العرب المعنيين بشؤون الحد من مخاطر الكوارث بمشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الحد من الكوارث. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية تسليم جمهورية السودان رئاسة الاجتماع إلى مملكة البحرين. ويأتي هذا الاجتماع في ظل الظروف التي تواجهها المنطقة العربية جراء التداعيات الكبرى الناجمة عن التغيرات المناخية والبيئية والكوارث الخطيرة التي أسهمت إلى حد كبير في حدوث حرائق الغابات وزيادة مساحة التصحر وندرة المياه. لقد تفاعلت جامعة الدول العربية بالكفاءة والسرعة المطلوبين مع التحديات المتعلقة بآليات الحد من الكوارث عبر تنشيط دور آلية التنسيق العربية وعقد اجتماعاتها بصورة راتبة والاستعراض الدوري للحالة العربية ومتابعة إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث وعقد سلسلة من الفعاليات والمؤتمرات التوعوية لجذب الانتباه حول مخاطر الكوارث. يحظى ملف الحد من مخاطر الكوارث باهتمام بالغ لدى مملكة البحرين من خلال رؤيتها لتحقيق الاستدامة والأمن والاستقرار وإدارة مخاطر الكوارث وتضمين أهداف التنمية المستدامة ضمن برنامج عمل الحكومة من خلال عدد من المبادرات والأولويات، حيث تعتبر الاستراتيجية الوطنية للطوارئ أحد أهم المبادرات لتحقيق الاستدامة والقدرة على الاستعداد والتصدي للكوارث والتعافي من آثارها. إن دولنا العربية قد أصبحت لا تتشارك في التراث والثقافي والحضاري المشترك في حزب، ولكن أيضا نتشارك في المخاطر الكوارث التي تواجهنا جميعا والتي تعتبر واقعا متكررا في بلدان العربية والتي قد تتجاوز الحدود الوطنية كالتحديات التي تواجهها بلادنا نتيجة المخاطر المتزايدة عن التغير المناخي. وباتت بلادنا تواجه جموحا للظواهر الطبيعية مثل موجات الحرارة الشديدة وارتفاع مستوى سطح البحر والأمطار الغزيرة والسيول وموجات المد البحري والفيضانات والزلازل. رحبت نقابة الصحفيين بالتوجيهات الرئاسية بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة. وثمنت النقابة التوجيهات الرئاسية بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول إلى عقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ. وأكدت نقابة الصحفيين أهمية ما تضمنه التوجيه الرئاسي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها استجابة لمناقشات الحوار الوطني. وللمزيد عبر الهاتف ينضم إلينا دكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن. يعني دكتور عمرو، كيف ترى استجابة السيد الرئيس لتوصيات الحوار الوطني فيما يخص بفترة الحبس الاحتياطي تحديدا؟ مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام، واسمحي لي يعني أنقل تحيات وتقدير قيادات حزب حماة الوطن و أعضائه على مستوى الجمهورية، وإشادة بما تم اليوم وبما تم التوصل إليه وبما وجه إليه سيادة الرئيس في استجابة سريعة تعني الكثير في تاريخ الدولة المصرية، وتعطي رسالة هامة أن القيادة السياسية هي أقرب ما تكون للشارع السياسي ولواقع المواطنين
نعم. لما تلمسه طوال الوقت من كثير من الهموم التي كان يئن منها الوطن، ومن الملفات الشائكة التي كان الجميع يتحاشى بل ويتجنب المساس بها أو الحديث عنها من حكومات كثيرة متعاقبة. نحن اليوم أمام لحظة حقيقة تاريخية في عمر الدولة المصرية، أن يكون عندنا حوار وطنيا فاعلا له مخرجات واقعية من قلب المجتمع المصري، يرفعها للقيادة السياسية ثم يخرج لنا رأس القيادة السياسية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشخصه بهذه الاستجابة السريعة وبهذا التوجيه الهام. نعم. الذي يؤطر لحقيقة فكرة بناء الإنسان بشكل واقعي. نعم 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 دكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب حماة وطن، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. انطلق ماراثون الدراجات في مهرجان العالمين الجديدة بمشاركة أكثر من 1000 دراجة من مختلف الدراجات، وقد شهد الماراثون تفاعلا كبيرا من المتواجدين في العالمين الجديدة ورواد المهرجان، حيث إن سباق الدراجات واحدة من أهم الألعاب الرياضية التي لها شعبية. وللمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديد ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم أرحب بك، وضعنا في الجديد لديك، والآن انطلق ماراثون الدراجات في مهرجان العالمين الجديد، حدثنا عن المزيد. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل منذ دقائق بدأ ماراثون الدراجات هنا في مدينة العالمين الجديدة. نتحدث عن 1000 دراجة تحركوا على 3 أفواج بعدد كبير من الشباب والفئات العمرية المختلفة شاركوا في المهرجان. ربما الصورة دائما تتحدث عن نفسها أفضل من أن أشرحها. هذه هي يعني الدراجات التي وصلت إلى المنطقة الترفيهية بمدينة العالمين الجديدة. نتحدث عن عشرات الدراجات ومئات الدراجات تحركوا على دفعات، وهذه المنطقة التي أقف أنا فيها الآن هي منطقة نهاية الماراثون الخاص بالدراجات. بالطبع يعني تأتي فكرة هذه الدراجات أو هذا الماراثون بشكل عام ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية للتأكيد على أهمية أن الرياضة للجميع، ولكن من أهم الرياضات هي بالطبع ركوب الدراجات، خاصة لأنها يعني تجوز لجميع الفئات العمرية، تجوز للرجال، تجوز للسيدات، للأطفال، للشباب، كل من يشارك في هذه يعني اللعبة أو هذه الرياضة
الرياضة بشكل عام، يعني دائما ما يعني يسعى للوصول لعدد من الأماكن المختلفة، وتحديدا هناك بعض الدراجات أو بعض اللاعبين الذين يسعون الوصول للأولمبيات، وبالطبع يقود هذه يقود هذا الماراثون ما يقرب من 50 لاعب من دراجات المنتخب أو 50 لاعب من منتخب الدراجات بالطبع يقود هذا الماراثون، كان بحضور وزير الشباب والرياضة. وتأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات رياضية متنوعة بدأت منذ يعني دقائق، ونحن في الانتظار وصول باقي الوفود الخاصة بالدرجات. بالطبع هذا الماراثون الخاص بالدرجات ضمن فعاليات أخرى، فنحن الآن في المنطقة الترفيهية، فعلى الناحية الأخرى على يساري هنا ملاعب كرة القدم وملاعب كرة السلة، ونحن في انتظار أيضا دوري خاص في نهاية هذا الأسبوع لكرة القدم، وأيضا كأس العالم بشكل عام لكرة اليد. سيتم الإعلان عن قرعة كأس العالم لكرة اليد هنا من المنطقة الترفيهية في مدينة العالمين الجديدة، وهو ما يؤكد أن مدينة العالمين الجديدة أصبحت الآن مكان رئيسي لاستعراض الفعاليات الرياضية بشكل عام المحلية والدولية والعالمية، لأن كأس العالم للأندية لكرة كأس العالم لكرة اليد سيتم اختيار القرعة هنا من المنطقة الترفيهية بعد انتهاء ماراثون الدرجات. بالطبع هذه الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة لا تقتصر على الفعاليات الرياضية فقط، فنحن نتحدث أيضا عن فعاليات ثقافية وترفيهية في نفس هذا المكان. الفعاليات الثقافية نجد فرق الفنون الشعبية، ونجد السيرك القومي تقريبا يوميا يقومون يعني العروض المختلفة المتنوعة، بجانبها المسرح الخاص بالمسرحيات التي أيضا يتم عرضها في نهاية كل أسبوع، وبالطبع الجميع في انتظار الحفل الغنائي بالفرقة كايروكي الذي سيكون في نهاية هذا الأسبوع في منطقة اليو أرينا. نحن الآن في انتظار كما ذكرنا نهاية هذا الماراثون، وهنا عند نقطة النهاية في انتظار وصول باقي اللاعبين. زميلي كريم بيبرس كنت معنا مباشرة من العالمين الجديدة، شكرا جزيلا لك. أما الآن وقفتنا الاقتصادية بنشرة السادسة، أخبار المال والأعمال والجولة الاقتصادية ومرنا إيهاب، إليك مرنا. شكرا يوسف وشكرا حكمة، أهلا بحضراتكم، هذه جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، ذلك لمتابعة تقدم المشروعات المشتركة وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. تناول اللقاء مشروع تمديد الخط الرابع لمترو الأنفاق إلى العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر، إضافة إلى استعراض التعاون في توطين صناعة النقل والصناعة في مصر. كما ناقش الجانبان خطط توسيع التعاون مع الشركات اليابانية لإنشاء مصانع جديدة بما في ذلك مجال السيارات والطاقة المتجددة، وتطرق الاجتماع أيضا إلى تعزيز التدريب المهني للمهندسين المصريين وتطوير الصناعة المحلية بما يساهم في تلبية احتياجات السوق وتصدير المنتجات. بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط مع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر عددا من ملفات العمل المشترك، ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، على رأسها تعزيز استراتيجيات التمويل المناخي واستعدادات مؤتمر المناخ كوب 29 في أذربيجان، ذلك استكمالا لجهود مبذولة مع شركاء التنمية للتحول من التعهدات إلى التنفيذ. وأكدت الوزيرة أن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات التي سيتم عقدها مع شركاء التنمية في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لدعم جهود الدولة فيما يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الأولويات بما يتسق مع رؤية الدولة وبرنامج الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز دور شركاء التنمية في إتاحة التمويلات للقطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
استقبل رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين بمقر الهيئة ببورسعيد محافظ بورسعيد محب حبشي ووفدا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة بحضور لفيف من قيادات الهيئة. يأتي اللقاء في إطار التعريف بالهيئة ومشروعاتها القائمة والجاري تنفيذها بنطاق محافظة بورسعيد، سواء المشروعات الصناعية أو في قطاع المواني والمناطق اللوجستية، وكذلك بحث التعاون المشترك بين الهيئة وجهات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية التي تهدف إليها الهيئة بجوانبها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. في أسواق البترول العالمية شهدت أسعار النفط ارتفاعاً خلال التعاملات، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 53% ليصل إلى 77.61 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 56% ليصل إلى 73.58 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 84% لتصل إلى 2.29 دولار لللتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 68% لتسجل 2.18 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات الحبوب في موسم 2024-2025 الذي يمتد من يوليو إلى يونيو بلغت 6 ملايين طن حتى 21 من شهر أغسطس الجاري، ذلك ارتفاعا من 3.6 من 10 مليون طن في نفس الفترة من الموسم السابق. وتضمنت الكمية 2.8 من 10 مليون طن من القمح و 2.2 من 10 مليون طن من الذرة ومليون طن من الشعير. وأوضحت الوزارة أن المتعاملين صدروا 2.34 مليون طن من الحبوب في شهر أغسطس حتى الآن، مقابل 1.33 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي. أقرت الحكومة الأسترالية خططا لبناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في شمال البلاد في مشروع أكدت أنه سيكون أكبر منطقة للطاقة الشمسية في العالم. وصرحت وزيرة البيئة تانيا بلبرسك أن هذه المحطة الشمسية الضخمة ستولد ما يكفي من الطاقة الكهربائية لتشغيل 3 ملايين منزل، موضحة أن المشروع يتضمن ألواحا شمسية وبطاريات، وفي مرحلة لاحقة سيتم ربطه بواسطة كابل بسنغافورة لتصدير الطاقة إليها. وأضافت بلير بيسك أن المحطة ستكون أكبر منطقة للطاقة الشمسية في العالم، مما سيجعل أستراليا الرائدة في العالم في مجال الطاقة الخضراء. أظهرت بيانات أن صادرات اليابان ارتفعت بوتيرة أبطأ قليلا من المتوقع في شهر يوليو الماضي. وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الصادرات اليابانية ارتفعت بنسبة 10.3% على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي للشهر الثامن على التوالي، وهو ما يقل عن متوسط توقعات السوق بزيادتها بنسبة تقدر ب 11.4%. وزادت المبيعات بفعل ضعف الين مقارنة بارتفاعها 5.4% في شهر يونيو الماضي. أفاد خبراء أن التغيرات المناخية الراهنة تدمر قارة أوروبا بالفيضانات وحرائق الغابات وموجات الحر الشديدة. أشار الخبراء إلى أنه منذ 14 من شهر أغسطس الجاري احترقت مساحات شاسعة من الأراضي، وتعرضت المحاصيل الزراعية الرئيسية في أوروبا للخطر بسبب موجات الحرارة الشديدة. تواجه البشرية أزمة بيئية غير مسبوقة تتمثل في تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى تهديدات متزايدة، ظاهرة تسببت في أضرار هائلة تتجاوز التأثيرات البيئية
لتشمل الاقتصادية والاجتماعية، فمن الفيضانات القاسية إلى حرائق الغابات تتداعى التأثيرات وتستدعي اهتمام الخبراء. في السنوات الأخيرة شهد الاتحاد الأوروبي تحولاً كبيراً في تأثيرات تغير المناخ على اقتصاده، فوفقاً لصحيفة البايس الإسبانية فقد بلغت خسائر الكوارث الطبيعية في أوروبا حوالي 650 مليار يورو خلال الأربعين عاماً الماضية، 17% منها حدثت بين عامي 2021 و2022، حيث تكبدت ألمانيا وحدها خسائر تقدر بنحو 167 مليار يورو، تلتها فرنسا ب 120.6 مليار دولار، ثم إيطاليا ب 111 مليار دولار، وإسبانيا ب 83.7 مليار دولار. وتشير تقديرات وكالة البيئة الأوروبية إلى أن الأضرار السنوية قد تصل إلى 137 مليار يورو و 814 مليار يورو بحلول عام 2100. السواحل الأوروبية خاصة في إسبانيا تعد من بين الأكثر تأثراً بارتفاع مستوى سطح البحر، مما يكلف الاتحاد الأوروبي حوالي مليار يورو سنوياً، ويعرض نحو 72 ألف شخص للخطر، بينما تهدد الزيادة السريعة في مستوى سطح البحر بمعدل 3.7 ملم سنوياً المناطق الساحلية، مما يستدعي اتخاذ تدابير إضافية فورية. إلى جانب ذلك، يتعدى تأثير تغير المناخ الأضرار الاقتصادية ليشمل الزراعة والبنية التحتية، ففي بولندا أدت العواصف إلى غمر الشوارع، بينما في رومانيا تسببت موجات الحرارة في خسائر كبيرة في المحاصيل تقدر بنحو 300 مليون يورو، لتتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية على خلفية تلك الظواهر. تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة شكل أزمة عالمية تهدد الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، فمن الخسائر الضخمة في أوروبا إلى تأثيرات الطقس القاسي على الزراعة والبنية التحتية، أصبحت الحاجة إلى استجابة منسقة وعاجلة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. انتهت أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى حكمة ويوسف. شكراً لك ميرنا. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي باعتبارها عصباً أساسياً لجهود التنمية. الرئيس السيسي يوجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة. الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان بمناطق دير البلح إلى إخلائها، والأمم المتحدة تعتبر أوامر الإخلاء عائقاً أمام حركة عملية الإغاثة. إذن انتهت السادسة. شكراً لطيب المتابعة، ودمتم في أمان الله. في أمان الله.